عشرة أخبار الرابعة من يو تي في، أهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطينيين كانوا بانتظار وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي بمدينة غزة. وجددت الوزارة في بيان مطالباتها المجتمع الدولي باستخدام كافة الوسائل الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني من أزمة إنسانية خطيرة، مؤكدة أن لجوء السلطة الإسرائيلية لسياسة الإبادة الجماعية وإصرارها على مواصلة القتل والتهجير مؤشر على تجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ما يتطلب وقفة جادة مع الشعب الفلسطيني. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف حشودا مجتمعة حول شاحنات المساعدات شمالية غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة ما يزيد على 800 شخص. دعا رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر المجتمع الدولي والأمة العربية والإسلامية إلى التدخل الفوري لوقف آلة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. وذكر الشيخ الخنجر في تدوينة له أن جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 110 أشخاص من المدنيين العزل كانوا يحاولون الوصول إلى المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي. في شأن آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان إن بلاده تدعم المفاوضات بين حكومتي العراق الاتحادية وإقليم كردستان لحل القضايا العالقة من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن سوليفان أعرب خلال لقائه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن تقديره للشراكة الطويلة الأمد بين كردستان وواشنطن، مشيرا إلى دعم الولايات المتحدة للإقليم واستمرار المساعدات الاقتصادية. وجدد سوليفان التأكيد على أن بلاده تدعم كردستان لتعزيز أمنه واستقراره، مدينا الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران والفصائل التابعة لها على الإقليم. تبدي قوى سياسية رفضها تعديل انتخاب رئيس البرلمان لعدم وجود مانع قانوني من الاستمرار بجلسة اختياره، فيما تمضي قوى أخرى بمسار موازي لاستكمال جلسة الاختيار في جولة ثانية لحسم المنصب، مستندة إلى أن التعطيل منحصر في خانة سياسية ضيقة. تحركات حاسمة تعيد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأولى إلى الواجهة، التحركات المستندة إلى عدم وجود مبرر قانوني يؤخر استكمال انتخاب رئيس السلطة التشريعية، ترتكز أيضا إلى عدم وجود أمر ولائي من المحكمة يمنع المضي بانتخابه، وهو ما يحصر التعطيل في خانة سياسية ضيقة. تدافع قوى سياسية عن جلسة انتخاب الرئيس وتريد حسم المنصب لاستحقاق لرمزيته وتأثيره في المشهد السياسي، وتؤكد عدم وجود نص قانوني يلزم البرلمان بالانتظار إلى حين حسم الدعوى الخاصة بها والذي أجل أكثر من مرة. تأجيل أبقى طوال الأشهر الماضية رئاسة البرلمان بالإنابة للنائب الأول محسن المندلاوي الذي ينتمي إلى قوى الإطار التنسيقي. ماكو نص قانوني يقول احنا ننتظر لحين حسب الدعاوى، ولا كان لو اكو شيء كان المحكمه الاتحاديه اصدرت امرها الولائي بايقاف الاجراءات. اتفق مع حضرتك انه عدم وجود التوافق السياسي للمضي في انتخاب الرئيس. بالعوده الى ما جرى ليله انتخاب رئيس جديد للبرلمان، اذ انعقدت الجلسه الاولى بخمسه مرشحين للمنصب، هم كل من النواب سالم العيساوي وشعلان الكريم ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار، لتنتهي الجولة بحصول الكريم على 152 صوتا والعيساوي على 97 صوتا، أما المشهداني فحصل على 48، لم يتحقق النصف زائد واحد، فتمت إحالة الجلسة إلى جولة أخرى على أن تعقد بعد نصف ساعة. لكن الدقائق الثلاثين تحولت إلى ساعات من الاجتماعات والمشاورات والمناكفات، أضيفت خلالها فقرة تعديل ضمن النظام الداخلي للبرلمان متمثلة بإعادة عمل هيئة رئاسة مجلس النواب كما كان معمولا بها سابقا بدلا من الرئيس ونائبيه، لتصبح الصلاحيات ملكا للهيئة. نشبت عقبها مشادات كلامية بين النواب تحت قبة البرلمان تسببت في رفع الجلسة من دون تصويت على الرئيس أو تحديد موعد آخر للحسم. وبعد أشهر من كل هذا الشد والجذب، تطالب قوى سنية باستكمال انتخاب الرئيس وحسم الأزمة داخل البيت التشريعي،
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه القوى الفاعلة من خلافات وانقسامات زادت عمقا بعد تشكيل الحكومات المحلية الأخيرة، وهو ما أسهم في تعقيد وتأخير حسم منصب رئيس البرلمان. أعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث بيانات الناخبين في إقليم كردستان. المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ذكرت في تصريح صحفي أن التمديد شمل 5 أيام إضافية من أجل فسح المجال أمام أكبر عدد للمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم. وكان الموعد المحدد لانتهاء عملية التحديث يوم أمس 29 من شباط، ولم يتم تحديد موعد لإجراء تلك الانتخابات، كما أبدت حكومة الإقليم كامل الاستعداد لتقديم التسهيلات في إجراء عملية الاقتراع. دعوات شعبية لإدراج قانون العفو العام في جلسات البرلمان المقبلة. 8 سنوات وما يزال القانون على رفوف المشرعين، فيما تعاني آلاف العوائل ممن كانت ضحية المخبر السري والوشايات الكيدية من غياب المعيل وأعباء الحياة الصعبة. هنا يترقب الشارع الأنباري إقرار قانون العفو العام منذ سنوات. التعطيل الذي جرى في البرلمان طيلة الفترة الماضية يؤرق آلاف العوائل التي ما زالت تنتظر الإفراج عن أبنائهم الأبرياء. بعد حقبة الاعتقال جراء وشاية المخبر السري والدعاوى الكيدية والتي زجت بآلاف الشباب في السجون، يمثل قانون العفو عن الأشخاص غير المتورطين فرصة لإنقاذ المظلومين من ظلمات السجون. والله ذاك اليوم لقيت ابنية وردة مال الله، هي وما قاعدة على مدريت ابنها بالسجن، ليش عدا 10 ايتام هو الدعش، وين يروح على النسوان مسجون بتهمة باطلة. آلاف العوائل تترقب إقرار قانون العفو وعودة ذويها لإزالة تركة ثقيلة يدفع ثمنها الأطفال والنساء على بوابة التشرد والضياع. أكثر من 3000 معتقل في مدن محافظة صلاح الدين تترقب عوائلهم قرارا برلمانيا لإدراج قانون العفو العام خلال الجلسات المقبلة. بالصبر والدعاء تتشبث أم حمزة على أمل عودة أبنائها المعتقلين في السجون جراء وشاية المخبر السري. حالهم يشبه حال آلاف من أبناء المدن المحررة الذين يقبعون خلف القضبان على أمل قرار ينصفهم من التهم الكيدية والبلاغات الكاذبة بعد سنوات طويلة من المعاناة. من 2014 مسجونين ولدي بسبب مخبر السري، خذهم مخبر السري قالوا استفسار ونرجعهم، واليوم 10 سنين، 2 بالناصرية، 1 بالتوجي، وأنا أرملة وهم أيتامة، وجهالهم ونسوانهم ينتظرن، هم مجبل علينا رمضان وماكو، وريد العفو العام يا يابا. ووفقا لبيانات الأعضاء في اللجنة القانونية، فإن طلبا قدم منها لنائب رئيس البرلمان لإدراج قانون العفو العام وعرضه في جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الأولى بعد مناقشة فقرات القانون الذي يتضمن إعادة المحاكمات وإنصاف المظلومين. في نينوى ينتظر ذوي المعتقلين بوشاية المخبر السري والدعاوى الكيدية تشريع قانون العفو العام الذي كان جزءا من الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة الحالية. سنوات طويلة مرت ولا تزال المطالبات الشعبية مستمرة لتشريع قانون العفو العام لإخراج المعتقلين الأبرياء من أهالي نينوى من غياهب السجون أو إعادة التحقيق معهم تحت إشراف لجان مختصة لإنصاف أبنائهم الأبرياء. نطلب من الدولة ونطلب من الذي بيدهم الأمر ونطلب من الذي لديهم مخافة الله أن ينصفوا الأبناء الأبرياء من كل أبناء الشعب العراقي، كل من بريء أن ينصفونه، وبتشكيل لجان تدخل السجون من أبناء المناطق، من الدولة، من القضاة، من الجهات اللي تختارهم الدولة، يعيدون التحقيق الناس المظلومين الذي ليس لديهم علاقة بداعش. يعيش ذوي المعتقلين ظروفا إنسانية واقتصادية وأمنية صعبة جراء شبهة الإرهاب التي ارتبطت بأبنائهم من دون وجه حق،
وبسبب وشايات المخبر السري تسببت في عزلهم عن المجتمع وسط مطالبات بسرعة تشريع قانون العفو العام لإعادة جزء من حقوقهم التي سلبت على مدار أعوام طويلة. اقتصاديا، قال محافظ البنك المركزي علي العلاق إن حجم الأموال المجباة من مؤسسات الدولة يدل على نجاح مشروع الجباية الإلكترونية. وذكر العلاق في تصريح للوكالة الرسمية أن مشروع الجباية الإلكترونية محطة مهمة على المستوى الوطني في تنشيط الدفع الإلكتروني، ولفت إلى أن موضوعه يتعلق بجوانب اقتصادية وتنظيمية ورقابية وتنشيطية في استثمار الموارد أو الأموال بدلا من أن تكون خارج المنظومة المصرفية والمالية، معربا عن أمله في أن تتسع دائرة التطبيق لشمول القطاعات الخاصة كافة. أعلنت وزارة الموارد المائية رفع 4000 بحيرة أسماك متجاوزة في بغداد خلال الشهرين الماضيين. مدير الموارد المائية في بغداد عدي سليم قال للوكالة الرسمية إن البحيرات التي رفعت تقع في قضائي المدائن والراجدية، مشيرا إلى أن الحملة شملت رفع التجاوزات على أطراف نهر دجلة في منطقة الإجريعات، بالإضافة إلى إزالة التجاوزات على المبازل والقنوات الفرعية في أبو غريب، لافتا إلى أن البحيرات المائية تؤثر على استهلاك المناطق الجنوبية وأن الوزارة مستمرة في رفع التجاوزات. أربعة آلاف ميجاوات من الطاقة فقدتها المنظومة الكهربائية الوطنية بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني، ما أدى إلى قلة ساعات تجهيز الكهرباء في الوسط والجنوب، فيما ينذر تكرار هذه المشكلة بأزمة أكبر في الصيف المقبل. توقف إمدادات الغاز الإيراني مع خروج خطوط ميرصاد وسرب الذهاب عن الخدمة أفقد العراق 4000 ميجاوات من الطاقة، ما سبب قلة ساعات تجهيز الكهرباء في عديد من المحافظات. ازدادت ساعات القطع المبرمج في مناطق بغداد وبعض المحافظات لتصل إلى أكثر من 10 ساعات في اليوم. وزارة الكهرباء أوضحت إن سبب انقطاع الغاز الإيراني يعود إلى انخفاض درجات الحرارة في إيران إلى مستويات قياسية، ما دفع الوزارة إلى المسارعة باستخدام الوقود البديل إلى حين عودة الغاز الإيراني إلى التدفق من جديد. حرصنا اليوم كوزارة كهرباء وفق التوجيهات الحكومية أن نشغل بعض وحداتنا على الوقود البديل ريثما يعاوض ضخ الغاز. الحمد لله بعدنا في طور السيطرة على الأحمال لئلا تحصل أزمة. طبعا تواصلنا مع الجانب الإيراني، سيعاوض ضخ الغاز ريثما تعتدي درجات الحرارة إن شاء الله. وعن الصيف المقبل ومدى التهيؤ لاستقباله، أكدت الوزارة وضع خطة مبكرة لصيانة وتأهيل محطات التوليد وشبكات التوزيع على أن تكون المحطات جاهزة مع مطلع آيار المقبل وقت ذروة الأحمال. ابتداء عن خطتنا مبكرة كانت شملت الصيانات الشاملة للوحدات التوليدية والحديث عن ضيافة 3000 ميجاوات جديدة عما تحقق بالصيف الماضي. أيضا حققنا إتاحة وسعات كافية للشبكة الكهربائية، دعمنا شبكات التوزيع أهلناها بشكل جيد لأن تكون مستعدة لواحد خمسة مع ذروة أحمال الصيف. ولا ينبئ المستقبل القريب بتوافر حلول جدية لأزمة الكهرباء المستمرة، رغم حديث وزاري عن اكتمال الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا بشكل كامل ووصوله إلى نسبة 88% بالنسبة للربط مع الخليج عن طريق الكويت، والبدء بالربط الكهربائي مع السعودية إذ من المؤمل أن يكتمل خلال 3 سنوات. حيدر البدري، يو تي في، بغداد. رغم كل ما طالها من دمار وتخريب، تعود الحضر إلى الحياة من جديد عبر مهرجان إعادة إحياء مدينة الحضر الأثرية، إذ تستأنف النشاطات الثقافية والفنية في المنطقة بعد أن توقفت 3 عقود. لم تشهد مدينة الحضر التاريخية تجمعا جماهيريا ومهرجانا تراثيا وفلكلوريا منذ 90ات القرن الماضي حين توقفت جميع النشاطات فيها. واليوم وبعد أكثر من 3 عقود عادت الفعاليات إلى مدينة عربايا التاريخية كجزء من جهود إعادة إحياء المواقع الأثرية. حضور
حضور حكومي ودبلوماسي دولي كبير شهده مهرجان إعادة إحياء مدينة الحضر الأثرية، إذ زينت رقصات ودبكات وفعاليات فنية وفلكلورية عديدة هذا البنيان الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام، بعدما تمكنت منظمات دولية من إعادة تأهيل ما دمر فيه. صراحة هذا المهرجان هو تطبيق لمقولة أن تأتي متأخرا خيرا أن لا تأتي. صحيح أنها كانت خطوة متأخرة لإظهار هذه المعالم التاريخية والإرث الحضاري العميق، لكن بالتالي هي حصلت. هذه واعتزاز بتاريخ نينوى وتاريخ العراق. سمحت للربيع مرتين أن يزور. إقامة المهرجانات في المواقع الأثرية بنينوى توصل رسالة مفادها بأن الحياة عادت إلى هذه المناطق بعد كل ما طالها من دمار وتخريب، فنينوى يمكنها أن تكون واجهة سياحية للعراق. اليوم نشهد مهرجان إحياء روح الحضر، هذا المهرجان تم الإعداد له من أجل إعادة الروح إلى هذه المنطقة وتسليط الضوء على هذه المدينة، هذه المدينة التاريخية العظيمة التي المغرب التاريخ اللي عمرها يقارب 2000 سنة، من أجل تشجيع ورود السياح والزوار إلى هذه المنطقة المهمة المسجلة على لائحة التراث العالمي. الحكومة المركزية أعلنت رغبتها في إقامة هذا الكرنفال سنويا وتحديد أواخر شهر شباط موعدا له بالتزامن مع انطلاق دليل نينوى السياحي الذي يهدف إلى استقطاب أكبر عدد من السياح المحليين والأجانب وإضافة أكبر عدد ممكن من المناطق الأثرية والتاريخية إلى لائحة التراث العالمي. من الموصل محمد سالم، UTV. يعني زميلنا محمد السالم، من زيارة البابا فرانسيس إلى العراق تأملنا أن المناطق الأثرية يكون بها اهتمام أكثر في حضارة يعود عمرها إلى أكثر من 7000 عام. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.